احنا عاملين ايه النهاردة؟ بقى المقدمة بتاعتنا مختلفة، مقدمة مع جوجو. شوف الحلاوة. ايه رأيكم في الاوتفيت القمر ده؟ بقى عايزة اقول لكم يا جماعة انها اول مرة تلبس ده، لان هو كان ضيق عليها، كان ضيق عليها ايه، كان واسع عليها قوي قوي. فرحانة ان هو اتظبط. لابسة بقى الشراب لون الاوتفيت بتاعها، شايفين الحلاوة؟ بصوا، اكتر حاجه في الامومه دي اكتشفتها انك بتهتمي باناقه بنتك اكتر من اناقتك. انا لابسه دريس اسود عادي، لان الاستاذه جوليا بعد ما لبست طقم تاني رجعت عليا. فانتوا شايفين يا جماعه الاوت فيت بتاع القمر، شايفين حلاوه؟ اكتبوا لها بقى ايه رايكم في الاوت فيت بتاعها، هقرا لها الكومنتات. احنا بقى رايحين فين دلوقتي؟ رايحين لاكتر اتنين جوليا هتحبهم لما تكبر. هنروح الاول لكتكوتة علشان تشوفها، وتاني وبعدها هنروح لايه، نونا اللي هي ماما، علشان هنبات معاها النهارده. لهم ازيكم؟ ازيكم يا حلوين؟ تيجي نصور لهم الاوت فيت بتاعك؟ يلا بينا. ناس متعصبه متعصبه ناس. ايه ولا تروح في الملك ماما زي ماما رايحه في الملك ماما زي الست. فصباح الخير عليكم بقى، ويا رب تكونوا كويسين. تكلم على كحل يا على فريدة. دورك زي الخر. أنا زي الخر. أنت قمر يا بيتي. أقول بقى للناس، فصباح الخير يا جماعة، تعالوا نشوف بقى هنعمل إيه النهاردة مع ماما، ويومنا هيبقى إزاي مع جديدة كمان. يا طرشانة. بصوا يا جماعة، الطرشانة لمين؟ دودو؟ دودو. دودو. عبد الله بيقول لي إيه؟ فريدة. احلى حاجه يا جماعه ان انت تصحي من النوم كده تلاقي مامتك مخلصه الطبيخ، مخلصه كل حاجه، فانت بس هتشوفي ايه الناقص اللي انت عاملاه. فتعالي تشوف ماما طبخه ايه. الله الله الله، فراخ. دي عيش ايه يا جماعه؟ انا عارفه ماما عامله دي يا جماعه، هي الفاصوليا اللوبيا الخضراء، بحبها قوي قوي بجد، بعشقها يا ولا. ماما حركتك يا ماما، حركتك يا ماما، انت زي الفل يا ماما. فهنعمل ايه بقى؟ انا اول حاجه بحب اعملها بصراحه نغسل الحمام. ندى تخصص حمام. ليه بقى؟ عشان انا بحب الرغاوي والحاجات دي. تعالى نشوف احنا هنعمل ايه. دي بتعالي بنتي. الله الله عليك يا ماما. الله، ده بالاناناس. اناناس مش عارف. لا مش انا نسي. انا ده بصوا يا جماعه، ده مطهر ومنظف. ماما كل مره هي ده. انا نسيه. لا ماشي، انا نسيه. انا نسيه والله. ماما كل مره بتحب تغير النوع. ده عيش ايه ده يا جماعه؟ ده بتموت في حاجات التنظيف. مش هقدر احط كمان عشان ماما متصورفيش. لا زود عشان الحمام يعمل رغاوي. انا هحط الخلطه. كده الله، بتقولك حط اوكسي. انا الوسط عايزه ايه؟ فكري شعر البطاطا. طيب ده بتاع الغساله. حطه بقى بعد. ماما برضو ما بتستعمل النوع ده على طول، بس المره دي غيرت الريحه. الله، عشان كيف 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 انت مش دافع حاجه. كده لما يكون البيت نظيف، وكمان هي في الحمام ده اصلا عشان هو ضيق شويه، فماما ما بتبقاش عارفه ايه تغسله براحتها وكده يعني، فايه بتسيب لاي حد فينا يغسله. فانا قلت لها بقى ايه، طالما انت قمتي وخلصتي كل اللي وراكي وطبختي وكده، اختي كانت بتروق الصاله، وانا قلت هعمل روتين انا في الحمام، هغسله واظبطه لها كده إيه براحتي. انا اصلا عامه بحب قوي يا جماعه اغسل المواعين واغسل الحمام، مش عارفه ليه، بحب اي حاجه فيها ميه بصراحه ورغاوي يعني، بحب كده قوي بصراحه.
وماما بقى كانت زعلانه من المقلب بتاع امبارح لانها كانت مستغربانه قوي انا واختي واحنا قاعدين نتشاكل وكده، لان اصلا احنا بقالنا كتير قوي قوي ما تشاكلناش الشكل ده. الشكل ده يا جماعه كنا بنتشاكله الاول قبل ما كل واحده فينا تتجوز. عامه يعني الشكل ده بيكون بين اي اتنين اخوات، انت خدتي الدرس بتاعي، انت خدتي الكوتشي بتاعي كده. يعني انا واختي لينا مواقف كتير قوي 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 كده، لدرجه ان لما كان حد فينا بينزل يشتري حاجه وانا اروح معاها مثلا او هي تيجي معايا، انا بختارها على ذوقي عشان لما اجي اسرقه منها والبسه، وهي كمان كده اقول لها مثلا ايه هاتي مقاسه شويه، هاتي البلوزه اطول شويه علشان ايه لما اجي البسها منها. وكان دايما لما هي تيجي تطلب مني حاجه انا هاخد الدرس ده، هاخد البلوزه دي، اقول لها لا، تقوم اخدها مخبياها لحد ما انا انام، انزل اعمل اي حاجه تلبسها وتنزل. انا برضو كنت بعمل معاها كده، يعني عارفين انتوا المواقف دي. مره يا جماعه كنا حصل واتقابلنا في الشارع، اقسم بالله شكلنا في الشارع والله العظيم، يعني احنا بصوا بينا حاجات من دي كتير قوي قوي قوي. وبجد يا جماعه بتكون احلى ايام، احلى ايام حياتك اللي بتعيشيها مع اخواتك قبل بقى لما قبل بقى ما تتجوزي وكده. هنا بقى يا جماعه انا كنت متضايقه جدا، ليه؟ لان لما قفلته إيه، لما قفلت الكابينة دي انا اتخنقت قوي، لان اصلا يا جماعه انا نفسي قصير قوي قوي، يعني عارفين انتوا اصلا كان حوارات كده من وانا صغيره، اللي هو كنت مولوده بقى صغير بدري وكان الجهاز التنفسي بتاعي ما كملش، وقعدت شويه كتير قوي في الحضانه. فاكره يعني فاكره حتى كنت لما اخرج من المدرسه بابا كان ياخدني يوديني قعدني على جهاز اكسجين، حاجات كده كتير قوي يعني. بس الحمد لله بقيت كويسه، بس لحد الان ما اعرفش ابدا اقعد في مكان مقفول كده كامل او زحمه، بحس ان نفسي خلاص راح. إيه فانا حسيت بكده لما قفلت الكبيره دي، وانا نفسي خلاص راح مع ريحه المعطر مع الحاجات اللي انا عاملاها في الطبق، فاللي هو خلاص مش قادره اخرج يعني. بس يلا الحمد لله بقى. قولوا لي بقى ايه رايكم في الروتين ده، واكتبوا لماما كل سنه وانتم طيبه علشان عيد ميلاد ماما النهارده، فعايزاكم كلكم تكتبوا لها كل سنه وانتم طيبه. وكمان يا جماعة أسفة على صوتي لأن أنا عندي برد، وأنا بصراحة بكره جدا جدا برد الشتاء، برد الصيف قصدي، اللي هو بيبقى برد رخم قوي. يعني أنا أحب يجيلي برد في الشتاء بس ما يجيليش برد في الصيف بصراحة. فسوري بقى، سوري بقى على الخنفان اللي أنا فيه ده، لأن أنا أصلا متضايقة جدا من البرد ده، لأن معايا جوليا، فاللي هو أنا خايفة أصلا إنها تتعدى، لأن عبد الله تعب بعدها جوليا بعدها أنا، فاحنا ما شاء الله يعني إيه حاجة حلوة قوي قوي بصراحة. يعني تاني حاجة بقى يا جماعة عايزة اتكلم معاكم فيها العشم. عايزة يا جماعة اتكلم معاكم في ان محدش ابدا يتعشم في اي حد، بجد يا جماعة العشم انك تعشمي في حد عشم كبير قوي وتتخذلي منه، اللي هو ايه ده ايه ده، لا بجد بيكون حاجة وحشة قوي. يعني انا شايفة ان العشم ده اي يعني محدش خالص يجيله عشم في اي حد، العشم لربنا بس، ربنا بس والله العظيم يا جماعة لربنا بس، اللي هو ربنا فعلا حاجة تانية كده، اللي هو تعشمي في ربنا ان هو يحقق لك امنية، ان نفسك في حاجة تحصل لك كده، فربنا اصلا بيحققها لنا. فيا جماعة يعني بلاش المثالية برضو الاوفر، يعني انا بشوف ناس عايزة تعمل نفسها مثالية قوي، اللي هو ايه ده، هو انتوا ازاي قادرين تمثلوا المثالية كده؟ اللي هو يا جماعة بجد بتصدم، اللي هو ايه ده انتوا قادرين ازاي كده؟ اللي هو يا جماعة اصلا انا ما بعرفش، انا ما بعرفش حتى لو في عيب انا بقول انا في عيب، ما بعرفش ابدا امثل المثالية وان انا حد واو مثالية قوي. بلاش دور المثالية ده، لان ما فيش حد مثالي، واجهوا نفسكم بعيوبكم وحاولوا تصلحوا من نفسكم. إيه يعني ده نصيحة، لان بصراحة انا بقيت شايفة جو المثالية ده اوفر اوي اليومين دول، اللي هو يا جماعة بتضايق اوي بجد، اللي هو ايه ده في ايه، اللي هو يا جماعة الشخصيات دي بجد بتبقى شخصيات زي ما تقولوا نرجسية، مش عارفة شخصية ايه بصراحة يعني اسمها ايه، بس انا بجد بتضايق اوي من الحاجة دي بصراحة. وكمان بشوف يا جماعة الناس مصدقة نفسها، اللي هو يا جماعة لأ عادي، عادي ان انا اغلط واقول اه انا غلطت، عادي ان انا اعمل حاجة غلط واقول اه انا عملت حاجة غلط اصلح من نفسي، ده حاجة مش غلط، دي حاجة كويسة جدا ان انا اعترف بعيوبي واصلحها واحسن من شخصيتي وافكني من جو المثالية اللي انا عايشة فيه ده. فدي بصراحة نصيحة لو اي حد شخصيته كده بجد يغيرها، لان بجد يا جماعة ده اكتر من الشخصيات اللي انا بكره اتعامل معاها. وبس كده يا جماعة، والروتين بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم، بحبكم اوي، باي.